مع الشعر والليل. تابع الكويتيون سفيرهم في برنامج شاعر المليون محمد نايف الخالدي الذي حصل على 47 درجة في المرحلة الثانية من المسابقة. ضيفنا أبدع في إلقاء مجموعة من القصائد منها نص الديوان الذي نهل الخالدي فيه من بيئته واتكأ على مفرداتها ليبدع نصا عاطفيا أجاد فيه. عطيت لك قلب الرضا عنك بطيب، وهذبت لك جرحي وهرجي وردي، يلي قدرت تغيب وتغيب وتغيب، أنا على غيابك خذاني التحدي. وطاف بأمكنة من الواقعة فخلدت الأماكن والاجتماعات والدواوين فأدت غرضها الاجتماعي. ومثل الخالدي الكويت في العديد من الفعاليات الخارجية منها ثقافية وشعرية في سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، كما حقق شعبية كبيرة داخل الكويت من خلال العديد من الأمسيات الشعرية الوطنية منها أمسية العيد الوطني لمحافظة مبارك الكبير. الجود يكسيه والميسور بابله، بشقوق سقفه سنة التاريخ وافعاله، ميراث عز من إبراهيم بالملة، تختص فيها العرب عن باقي عياله. سلامتكم. فقراتنا اليوم ناخذكم مع الشعر، شاعر امتاز في كلمته، شاعر امتاز في إلقائه، جذب المشاهدين وجذب مستمعينا ومتابعينا في أول إطلالاته في الشاشة. شاعرنا اليوم محمد الخطيمي الخالدي، حياك الله. حيا وتبقى يا أستاذ، الله يجزاك خير. الله يرحم والديك. محمد، بالبداية خلنا نسولف عن الشعر الشعبي. اليوم نشوفه قاعد يتعايش في برنامج شاعر المليون، ما تعتقد اليوم فقط في برامج الشعرية وشاعر المليون بالتحديد بعد ما اتجهوا الشعراء إلى الفصحى في التواصل الاجتماعي؟ أولاً أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان للأخوة في ATV برنامج على السيف، كما أبارك لهم على انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة. وللأمانة يعني المقدمة اللي تقدمت فيها تاج وسام على صدره، تستاهل الطيب دكتور. وأنا سعيد اليوم بمقابلتك الدكتور أبو سعود والأستاذ نور الحميضان. إذا بتكلم عن انطلاقات الشعر ويعني البرامج الشعرية، في الحقيقة أن شاعر المليون نعم هو مونديال الشعر الشعبي. نعم، مونديال الشعر الشعبي. وأصبح هذا المهرجان يعني يعني خريج للشعراء، مثل ما يقول اللي حصل يعني الإجازة الرسمية تكون عن طريق برنامج شعر المليون، مع أن انطلقت برامج شعرية على مستوى دول مجلس التعاون، لكن شعر المليون وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث تميزوا في ان يسيطرون على يعني على هالبرنامج هذا اللي اصبح مخرج للشعراء ومفرز للشعراء. نعم اكيد.
طيب اليوم هيمنة التواصل الاجتماعي هل هي سبب من أسباب توقف مثلا البرامج الشعرية وغيرها اللي كانت تعرض على الشاشات؟ والله يا أختي اختلفت الأمور الحين، اختلف وضع التواصل الاجتماعي، المنابر على كثر انتشار المنابر، وأن الشاعر اليوم يقدر يعني ينطلق من ذاته من وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو يملكها، لكن ما أصبح في منبر جاذب للجميع، ما في قلت يعني مثل ما ذكرنا شاعر المليون يعني يمكن المنبر الوحيد اللي محافظ. نعم، وخفت طبعا الحين. الحين أصبح العالم ملتزم يعني في أولوياته ويعني في أمور يعني ما زالت المشاركات قائمة في مثلا قاعدين يصير في مشاركات في كتارة في ملتقى عمان الشعري، قاعدين نشوف يعني نعم ما شاء الله بوادر خير. أنا ما في شك، أنا أصلا أشجع يعني إذا اختاروا الزملاء أو شعراء من أبناء ديرتي من دولة الكويت شعراء وشاركوا ومثلوا في ملتقى عمان في كتارة في شعر المليون في مهرجان الجديد في برنامج شعر الراية، يعني أنا سعيد ومتابع، لكن أنا أتكلم عن رضاء المجتمع ورضاء الجمهور وذائقة الجمهور. نعم. اختلفت يعني أول كان في حماس أول يعني فترة التسعينيات وفترة الصحافة الورقية كانت هذه بدايتي أنا. صح. فإذا بتكلم عنها تختلف في 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 في, في ظل الظروف اللي الحين عايشينها، يعني أصبح اليوم برنامج شهير يعرض الجميع متابعينه، بنفس الوقت في مباراة كرة قدم عالمية تشوف يعني الجمهور يتابع هني ويتابع هني ويتابع مسلسلات ويتابع نتفليكس، فالوصول للجمهور على الثورة الإلكترونية اللي حاصلة إلا أن يعني الوصول لشريحة أكبر من الجمهور صارت أصعب، وجهة نظر ما سهلت الموضوع صعبته ما سهلت الموضوع من ناحية الوصول إلى بقعة أكبر، يعني شاعر مليون في انطلاقته في الموسم الأول 2006 يمكن المتابعين 14 مليون على مستوى الوطن العربي كافة ما شاء الله عدد كبير. أي نعم، بعدين أصبح هناك يعني انخفاض في مستوى المتابعة أصبحت انخفاض، وجدتنا عدد يعني شبكات التواصل الاجتماعي وغيرت بعد مفاهيم، أصبح الشاعر ينطلق من ذاته من نفسه، يعني أي شاعر يحاول أنه يشد على نفسه ويقد ينطلق من ذاته أفضل منه يرتبط في برنامج أو يرتبط في موعد أو يرتبط في قناة معينة، يعني حنا بدولة الكويت أول كان عندنا مهرجان يعني هلا فبراير كان الطاغي على مستوى صح. توقف فجأة ما قمنا نسمع عنه فجأة توقف، يعني نتمنى حنا من الأخوان المسؤولين إعادة مثل هذه البرامج وإعادة المنبر الكويتي اللي كان حاجز يعني على يعني على انطلاقه جميع المشاهير وجميع على مستوى جميع ترى يعني مو بس الشعر والمسرح والفن والقناة والطرب والموسيقى. انا احنا راح نرجع نتكلم عن الامسيات وتوقفها والامور هذه اللي حصلت عندنا في الكويت، بس ودنا نسمع منك شيء. يقول لا تقول السالفه ما هي جفا، ولا تقول انك وفيت وما قسيت، جرحك اللي كان في قلبي شفا، وانتهت قصة غرامك وانتهيت، ما وصلني منك يا المقفي كفى، يكفي اني في لهب شوقك ربيت، ويوم كنت ارسم معك منفى وفى وابني الاحلام، لكن ما وعيت للفراق اللي هدم عشق وهفى، فيه دمع وفيه عذر وقلب ميت، يا مدورني عسى شمعك طفى، اسالك بالله وش جابك وجيت، يا فقدت الود او ما بك دفى، أو بغيت إحساس ولا وش بغيت، ذكرياتك عنها شوفي غفى، ولا تجيني بحلم دام إني غفيت، ودا وكانها لحظة وتواجهنا صدفة، صد عني وسو نفسك ما دريت، دامني بجهلك لو وجهك لفى، حتى ما نجرح بعضنا ليت ما سلف من وقت له قلبي عفى، لو نسيت الود ولا ما نسيت. سلامتك. صح لسانك. صح تبدأ. اليوم شاعرنا بنتقل معاك إلى المجلس الوطني، كنت سبب برجوع الأمسيات الشعرية بعد توقف أكثر من 10 سنوات في مهرجان القرين الثقافي، كلمنا عنه. بفضل من الله يعني أشكر الأخوة القائمين في المجلس الوطني من الأمين العام إلى مدير إدارة الثقافة وإلى قطاع الثقافة اللي للأمانة مدير له كثير في تشجيع الشعراء والشعر الشعبي بصفة خاصة،
يعني تعرف ان جهه المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب جهه حكوميه مرتبطه يعني ببرامج محدده. الشعر الشعبي يعني احنا يعني بمشوره الاخوان ومساعده الاخوان احنا قاعد يعني نفعل دوره. صحيح ان هناك تضبطنا قوانين وانظمه خاصه في المؤسسه، الا ان يعني المجلس الوطني قايم بدوره يعني بس رد وقف مره ثانيه. هذه انشطتنا بعد ازمه الكورونا، يعني احنا قاعد نحاول اعاده تفعيل الانشطه. جائحه كورونا يعني ما خلت مثل ما يقولون على حال الكل مو بس انشطه المجلس الوطني، جميع الهيئات والمؤسسات يعني الهيئه العامه للشباب والرياضه والاخوان في وزاره الشباب، يعني احنا كلنا كمؤسسات وجهات حكوميه قاعد نحاول اعاده في شيء قريب قاعد تسوونه باذن الله ان شاء الله. احنا بصدد اقامه معرض الكويت الدولي للكتاب اللي انطلاقته راح تكون ان شاء الله باذن الله ب 16 نوفمبر ويخلص ب 26. هناك في جلسات ادبيه وان شاء الله باذن الله راح تكون هناك ندوات وباذن الله نكون للشعر نصيب. ممتاز ان شاء الله. طبعا استقطاب الاسماء الشعريه في المجلس الوطني، في ناس يقولون يعني يعيبون في قله المكافاه الماديه، هل اليوم مثلا مثل ما اقول المشاركه الوطنيه تحتاج لميزانيه ومكافآت ماديه ولا المفروض تكون يعني من اجل الوطن مجانية؟ نعم يعني او شيء رمزي. انا احب انوه عن شيء، ان المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب يعني جهه غير ربحيه وجهه تدعم الحركه الثقافيه. اناشد من هالمنبر جميع المثقفين والادباء والشعراء والكتاب انهم يحطون يدهم بيد المجلس الوطني، يعني المجلس الوطني ما هو مقصر قاعد يفعل جمعيات النفع العام ويعطي دور للادباء والمفكرين والباحثين واقامه الندوات. انا الحين اعرض عليك برنامج يصير خلافي معك مادي، يعني هذه من مساوئ مع الأسف يعني الحركة الثقافية وين اتجهت. صار عندنا يعني الجانب المادي مهم ملح، وأنا كمؤسسة تضبطني لوائح وأنظمة، يعني المكافأة ما أقدر أتجاوزها، هذه تطلب مني يعني رفع كتب واتصال بجهات أخرى كديوان المحاسبة وزارة المالية لرفع سقف المكافآت يعني الدعم دائما محمد يتم المقارنة مع أشقائنا في دول الخليج، يقول لك المكافآت مرتفعة، احنا عندنا مكافآتنا جدا بسيطة لا تذكر. نعم دول مجلس التعاون يعني الهيئات اللي تابعة دول مجلس التعاون يمكن يكون الرئيس أو الوزير أو المسؤول يعني يتخذ القرار بناء عن نفسه. نعم أما حنا لا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عندنا أنظمة ولوائح تضبطنا. احنا طورنا ترى من المكافآت المادية، لكن لا زال يعني برجع إن شاء الله الأخوة المسؤولين وانتبهنا طبعا من المسؤولين بأن يعني يستاهلون بالنهاية شباب الديرة وشعرائنا بأن ياخذون المكافأة اللي ترضيهم. ودنا نسمع شيء بقول قصيدة ما قلتها من قبل وتعتبر جديدة ويعذروني أن نسعفتني الذاكرة. يقول فيها: ليالي غنت جروحي هواها كيف ما ينعاف، ليالي غنت جروحي هواها كيف ما ينعاف، وأنا الصابر وأنا الداله على همي وغربالي، وأنا الصابر وأنا الداله على همي وغربالي. يقولون الربيع أسفر وقول إن المطر قد طاف، يقولون العمر توه وقول شلون يا حلالي، عرفت من الزمن كذبة مناوي رمعة العراف، وجهلت أشياء ما كانت أبد تخطر على بالي، أخطف أحلام من نومي وغطي هقوتي بالحاف، ولم ما مر ذاكرتي وسيرة ما تهيالي، تعلقت برجاء بسمة يتيمة وخطوتين أخفاف عشان أعيش يا ملح السنين، بفية ظلالي تدلى من قفص صدري خفوق يشبه الصفصاف، يا كم طرقي تظلل فيه وتذرابه بعد غالي، لحقت الوقت بإحساس الصغير المرتبك لا خاف، ووقفت بجنب سيسان الجدار وسورها العالي، حويت الكل في روح شذاها صادق وشفاف، تثاقلت الحزن وثره خفيف جر موالي، ذبلت وذابت أهدابا تخفي شيء
ما ينشاف كثير من القليل اللي وهبت وما تبقى لي أنا آسف هي المنفى وعن ذنب الخطاء ميلاف وأنا أدري زواياها ملاذ الوحشة السالي رقيت وطاح من عيني شموخ وطلعت المشراف هوت أغلى أماني عقب ما عفت من زالي تساوت في ملامح السنين وما علي خلاف إذا صحت لي آمالي وإذا ما صحت آمالي أبي مني حيا وجهي ودورة ملحه المضياف وبي ما تنطفي جمرة غضا في موبد دلالي وسلامتك الله صح الله الله صح لساني يمكن شيء بشيء يذكر على طاري يعني شوي الحزن والعتب والأمور هذه شنو الأسهل في الكتابة يعني الغزل المدح الحزن اليوم يعني أشوف بعد تجربة شاعر المليون أشوف أنه تكتب الشيء الواقعي الملموس الاجتماعي والقصيدة التقليدية هي أفضل ما توصلك للشعر للجمهور توصل للجمهور بشكل مختصر وطريق وشنو يعني الأصعب في كتابته أنك يعني توصل للجمهور يعني إن كتبت في باب الغزل السهل الممتنع أو التقليدي أفضل منك تكتب في الرمزية إن كتبت سواء في قضية اجتماعية إن كتبت في الأخت في الأم في الوالد في الأخ في المعاق في كل الجوانب كل ما كانت كلمتك بسيطة وخفيفة مثل ما يقولون وعندك باب السهل الممتنع في الشعر الشعبي والتقليدي يعني هذيل صاروا أفضل أفضل وأسهل إنك توصل أما شاعر يعني هي مدارس الشعر صحيح. مدرسة الرمزية جميلة أنا بالنسبة لي يعني من تواغ المدرسة الرمزية وقصيدة اللي ألغيتها قبل شوي رمعة العراف يعني هذه يعني إيضاح للمصافة الجمهور بشيء رمزي البعض اليوم محمد يقول إن الشعر متشابه شلون يتفرد محمد يعني الخطيمي في كتابته نعم أنا يعني ملاحظ بالصورة هذه وكنت أناقش بيني وبين نفسي قلت احتمال يجيني سؤال الشعر الآن تشابه ومع الأسف أول الشاعر يستضيق إذا قالوا له شاعر إذا ما كان نجم أو إذا كان ما كان متميز اليوم لا اقتباس وتشابهات يعني ما نعرف صرنا نفرق الغث من السمين والجزل من مع الأسف يعني تطابق الأفكار وبالذات يعني من يعني يعني كثرة الشعراء الحين الخطف الإضاءات اللي تكون عند الشعراء الآخرين هذه قاعدة ألاحظها بشكل مع يعني مع الأسف بشكل شيء مو طبيعي يعني والكثير صار يعني يبي يتميز بخلاف إنه يغير لك الغافية والطرق والوزن ويجيب قصيدة مشابهة الحين الشعراء الوقت هذا الحين يروح لك لندن يصور لك بنص نعم. الشارع واللي يروح فرنسا أوبرجيف نعم يعني لوكيشنات نعم مبدعين يعني مو بس حتى بإلقائهم ولا بمفردات صحيح صحيح ودنا بشيء كذي جديد نسمعه منك والله يقول كل شيء أنا ترى عندي جديد بعد شاعر المليون يمكن أنا أشكركم مرة أخرى أنتم استضفتوني قبل شكر لك إحنا نستضيف كل شخص مميز أشكرك أنت مميز في مجالك فتستحق أنك تكون اليوم في عالسيف الله يبيض وجهك دكتور أبو سعود الله يبيض وجهك لكن أنا أحب أنوه ترى على السيف وبرنامج ليالي من أفضل برامج بقت التنفس فيهم الشعر نعم فحنا مدينين لكم ونتمنى استمراركم ونجاحكم تستاهلون فكل ما اقوله مثل ما قلت لك اخوي ابو سعود استاذنا يعني كل ما اقوله راح اقوله جديد يقول دوك النصيحه ترى الدنيا حياه وممات يا من تبي تسمع الصوت المواجع دوي انزع زعتك المواقف لا تعوف الثبات خلك بوجه الظروف المجهمات احموي الرجل وان شال حموله الكايدات تشوفه بسعد عين الطيب المهتوي اكفخ بجنحك سما واعطي الوفا مرهات لا صار شح الوجيه الشاحبة مرتوي تلقى الحرارة العديمة تسكن النايفات اللي مخاليبها تقسم عظام القوي وجنب عن اللي يجر خطاه مثل القطات يوم النشب والعقد بحبالها تلتوي ترى البعض وانحداها الضيق بالمعضلات يبين بول مطاف وينتكس ويهوي سراب ما يوم قدرانه تبل اللهات لو هو تشبه بذيب يفترس ويعوي كثر في الريس روس الهجن والعاديات يوم الرخى والعزوم سيوفها تنطوي هياكل ما تغير بساعة النايبات طاحت بدقراتها والبيت تزوي زوي لا لا تثق بسوالف ناس ما هم ثغات يعطون وقت الرخاوي دافع المعنوي ولا تجي للذي يحذف
وراك الحصات، لا صار ماله معك مصلوح ما هو سوي. شفنا الأمور بعجائبها الثمان عشرات، لين انتهى بالمطاف الصبر يلمنشوي. والله ينسعد بالوقت هذا مبات، من تبغثها حاجة تحتاجها من ذوي. مستور متعافي من طعنتها للنمنمات، وتاقف مواقيف فزعات الخوي الأخو للخوي. العز لا من وقفت بوجه راعي على العصات، وقطعت في ضحكتك داب عمام التوي. ولا ترى ما على عمر البنادم طرات، لا صار ما هو على الشدات عزمه قوي. سلامتكم. يمكن بيطرق شوية على موضوع الشيلات، شفنا انتشارها صار لها من فترة منتشر، يعني منتشر الشيلات بشكل كبير، خصوصا أن في ناس ودها بهذا الانتشار حتى عن طريق المنشدين. أنت مع أو ضد انتشار هذه الشيلات؟ والله يعني الشيلات خذت مجالها الحين، سحبت البساطة من الغناء، والشيلات يعني طاغية صار لها من فترة زمنية، يعني يمكن حول 10 سنوات خلاص أصبحت الشيلات يعني لها جمهور، لها جمهورها ولها متابعينها ولها متذوقينها. شيلات تتميز يعني، طب اي عمل ناجح مكتمل النجاح ياخذ حقه. اليوم يعني المنشد والشاعر واللحن ثلاث قوائم ترتكز عليها الشيلة، نفس المطرب والملحن وصاحب الكلمات. لكن الشيلات يعني انا بوجهة نظر اشوفها تخاطب شريحة معينة، فئة الشباب. دائما الشيلات حماسية، دائرة وطبعا بالجنسين البنات والشباب، دائما تكون شيلات يعني تتميز في هذه الشريحة. يعني نحن نشوف حتى في العراس الحين أصبحت الشيلات شيء أساسي، مثل العشاء، مثل تقديم واجب التهنئة، فأصبحت الشيلة شيء وما شاء الله هناك في زخم. صار يسمعها اللي يفهمها واللي ما يفهمها. نعم أكيد في زخم، في زخم. اللحن أصبح اليوم طاغي. صحيح. أول الكلمات عن طريق الشاعر في مقابلة، اليوم أصبح اللحن والصوت الشجي وإبداع. يعني إذا تجمع الإبداع حتى يمكن اللحن والصوت المنشد يشيل الشاعر، والعكس مرات تكون الكلمات جميلة وكتابتها سهلة. كتابتها سهلة، فسبحان الله. احنا الفترة اللي فاتت يمكن العرس الديمقراطي شفنا شيلات، وشفنا في شيلة كذي مميزة. والله اني انا ما دخلت باب الشيلة. طيب ما دخلت باب. إيه نعم. انا ودي اسال ان الشاعر يكتب الشيلة ولا لها يعني كتابها؟ لا الشاعر يكتب الشيلة، الشيلة هي قصيدة. جربت انك تكتب شيلة محمد؟ والله اذكر يعني كتبت اكثر من محاولة، لكن انا ما دخلت من الباب. لان في قناعات خاصة فيه. نعم. أنا ما أحب المدح إذا مو محله. نعم. اليوم أصبح يضايقونك حتى المغربين من أحبه ومن أصدقاء، هم يحسبون أن الشاعر يعني مكينة يتصل عليك يقولك نبي فلان، نبي أبيات جزلة، نبي نمدح فلان. أنا فلان ما أعرفه. فأنا مشكلة. هي مشكلة يعني الساحة الشعبية اليوم فوضى، صارت مادية يعني اليوم فيها مبالغ محرزة. نعم. فلان وسوى أشياء. نعم. نعم نعم فوضى عارمة. أنا عندي أقرب لي يعني أقرب أني أكتب قضية اجتماعية عايشتها أنا. وقصيدة واقعية أفضل من ما أكون أكتب شيلة في مدح شخص أنا ما التقيت فيه ما أعرفه. نعم. يعني أظلم حرفي وأظلم أظلم رسالتي إذا لي مستمع. نعم. باكر يعني محمد كاتب قصيدة في الوجيه فلان والشخص الفلاني ما زكيته إلا واثق فيك شخص محب يحبك. يبني محبة الشخص الثاني على محبتك، وهذا ظلم. الشاعر اليوم محمد الخطيمي الخالدي مميز بإلقائه. في أحد قال لك من قبل إلقائك يذكرنا بالشاعر حامد زيد؟ والله أتشرف، حامد زيد يعني من نجوم الساحة الشعبية على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون، ومن يعني من أشد المتابعين فترة المراهقة. نعم. كلنا مرينا المراهقة. نعم. فحامد زيد متميز وأنا أتشرف أني طيب ممكن نسمع منك شيء؟ مجهز لنا شيء واقعي؟ والله أتمنى تسمعون الواقعي، يعني ما أدري شنو أقول. لا فيها فتحة التليفون معناته شيء ثقيل. شيء جديد. شيء جديد يقول لا تجي لمعسرين اليسيرة شروة أبو مدري ويمكن وشرواه اللي يطول سالفتك القصيرة مره بكيفه ومرتين المشاه على حسب يحسب خطاوي مسيره يذل من وقت يحده على قصاه وان شفت له هده ما هي من سريره لابد ما تعرف مقاصد نواياه كثيره وعوده كثيره
متذري بكرسي يبي منه الجاه، متوهم ان الناس تسمع هديره، ما يدري انه مزعج حيل برغاه. هذا الذي ما يدفن السر بيره، حتى على مقفاه بانت خفاياه، وان درهمت روس العلوم الكبيره، لا واقف وقفه ولا سر من جاه، وبيدينه وان درهمت روس العلوم الكبيره، لا واقف وقفه ولا سر ملقاه، عكس الذي دايم علومه سفيره، ومشمر ذراعه على كل من جاه، وبيدينه الثنتين مثل الجبيره، من مر بابه لا حشا ما تعداه، قرم وعلى باب الثنا حت سيره، يا حي ما بين المشاكيل طرياه. وبيدينه الثنتين مثل الجبيره، من مر بابه لا حشا ما تعداه، يا حي قرب وعلى باب الثنا حت سيره، يا حي ما بين المشاكيل طرياه. ينطح قوانين النظم ما تثيره، وان كان ما كانت بكيفها عذرناه، ما يتعبه جحات طيبه وخيره، يضحك بوجه اللي يجيه اي تحفاه، اضماد علة من يجي مستجيره، ومن قل يا كبر العطاء من عطاياه، يالله جنبنا خبيث السريرة واللي تردب المواقف سجاياه. صحة زانك، صحة ابدانكم وسلامتكم. اليوم شاعرنا انت ولدت في الجهراء العظيمة، وقدمت اهم الشعراء في الكويت والساحة الفنية الكويتية، كفهد عافت وفهد دوحان في الشعر الشعبي، ودخيل خليفة وسعدية مفرح بالفصحى. اليوم مدى تأثير هذه المدينة على شاعرنا محمد الخالدي؟ أنا أشوف الجهراء وطيافهم مكملين البعض، يعني نعم أنا أفتخر أني جهراوي، وانتمائي إلى مدينتي العريقة، مولد الشعر والشعراء، يعني عبر التاريخ كاظمة سابقا والجهراء حاليا. الجهراء يعني بفضل من الله ولادة شعر وشعراء، عشان كذي يعني كتبت القصر الأحمر. القصر الأحمر يعني أساسنا، قلوبنا مثل ما يقولون، لكن الجهرة يعني ولادة أدباء ومؤرخين ومثقفين وشعراء جميلة. كل ما الذكريات طبعا إذا جذبتني لمدينة الجهرة، أنا أذكر كانت في فترة من الفترات يعني معدين الصحافة قلبيتهم أبناء الجهرة، ويتميزون يعني كانت الصحافة الورقية بالمعدين الجهراويين اللي كانوا لهم الدور في الإبداع وفي نشر الحركة الثقافية على مستوى الكويت وعلى مستوى الجهرة بوجه خاص. لكن فترات يعني التقلبات الزمنية هذه اختلفت الأمور، فأصبح الحين يعني اختفى المعدين واختفى، طلعت البرامج وطلع التلفزيون وطلعت شبكات التواصل الاجتماعي اللي غيرت نمط الحياة، لكن هناك أسماء زاخرة يعني ما ودي أذكر أحد. والجهراوية ترى لكم ولاء خاص لمنطقة الجهرة، يعني فيهم حب ما خاص في شيء. هو الإبداع ترى متوزع على الجهرة وبيان ما يحتاج ما يحتاج يا أستاذ أبو سعود دكتور، يعني الجهرة إذا بتكلم عنها الكلام يطول، ودنا نسمع قصيدة في الجهرة. والله ما يحضرني، لكن إذا نبي نختم معك بشيء جميل وجديد. أيوة. المسألة ما هي حزاوي عجيز، ولا يمكن أنه يكون موقف مجازي، ما لزمه واللي يهزه هزيز، يحس في نسمة هواه ابتزازي، والرزة الناقص سوالف رزيز، شهادة المنقوص ما هي جوازي، ومن خز بعيونه يجيه الخزيز، تجيه له خزة عيون انتهازي، ومن يدرك العلم بوكاده مميز، صدق الكلام وكذب شخص متوازي، مثل الذي يشرب قراح الغزيز ومجنب قروتها ماجه البرازي، شفنا على فواز يضحك فويز في ماقف واجب عليها التعازي، وشفنا الأسد ملبد وصوته رزيز، وذيب تذرف بشت بس انشرازي، يخوف ينشر البلية تفيز بذيك العقول الداهيات النوازي، في وقت عزت فيه هقوة عزيز، وشيمة أبو دباس وكرامة مكازي، يا من تبي تترك للأيام حيز، لخيرتك خلها سلاح احترازي وسلامتك. صح لسانك وختامها مسك مع شاعرنا اليوم محمد الخطيمي الخالدي، شاعر الكلمة وشاعر المبدع اللي اليوم أمتعنا في عسيف. طبعا راح ننتقل معاكم لفقرة كواليس مع زميلتنا سارة الخضري، ونرجع لكم مع ضيفتنا الثانية.